ضمن أنشطة المرسم الجامعي في عمادة شؤون الطلاب بجامعة الشارقة، نظمت الجامعة معرض لوحة وصورة للرسم والتصوير الفوتوغرافي لتشجيع الطلبة على التعبير عن أنفسهم من خلال الأنشطة اللاصفية. من الجميل أن يوظف الطالب إبداعه وما يتمتع به من ذوق في وضع جماليات فنية ل47 عملاً فنياً تراوح بين التصوير والرسم. وهنا في جامعة الشارقة يتضح ذلك جلياً عبر أعمال هذا المعرض الطلابي الذي شارك فيه 22 طالباً من كليات الجامعة المختلفة. وجدنا لوحات فنانين متميزين في الواقع، وبالتالي احنا سعيدين في هكذا طلاب بتميزهم العلمي والأكاديمي والنشاط اللاصفي. فن الإكليريك سيز يتصف بدمج الألوان بحركات فنية متقنة بحرية مطلقة، مكونة لوحات فنية كخلايا متجانسة، وهي نتاج لورشة فنية نظمها المرسم الجامعي لتدريب الطلاب على أسلوب فني ظهر على الساحة الفنية مؤخراً باستخدام الألوان الإكليريك المائية مع بعض المواد الكيميائية لتظهر لنا شكل اللوحة المشبع بديناميكية الحركة واللون. هذا المعرض في سيوليز الألوان ترمز لدلالات، ترمز لمثلا نفسية الشخص داخليا، نقدر نعرف نفس مثلا نفسية الأشخاص بعض الأحيان من مجرد نظرة أو نظرة للوحة، أنا أعرف ميول الشخص لهذه اللوحة. من لوحات الإكليريك سيز التي دمجت بها الألوان بحركة فنية، ننتقل إلى التصوير الضوئي الذي أبرز الضوء مكنوناته بشكل إبداعي. التصوير الضوئي نال حصة من معرض لوحة وصورة، حيث شارك 11 طالبا من نادي التصوير ب24 صورة فوتوغرافية في مواضع مختلفة، منها الرياضي والاجتماعي والإنساني والجمالي. هذه الطاقات يفترض تكون يعني انها ايجابيه، تحفز الطلبه على الاستمرار في الدراسه وتحصيل العلم، وايجاد المستوى الحقيقي للطالب انه يكون في بيئه تعليميه فنيه ثقافيه، في بيئه اجتماعيه. تصوير الشوارع اللي هو اطلع في تصوير بدون ما اكون عندي سيناريو، بدون ما اخلق صوره اللي باخذها، لان الصوره اللي تجيني الثمينه تجيني فجاه، فلازم استغل الفرصه قد ما انا اقدر. معرض لوحة وصورة أفسح المجال أمام الموهوبين لالتقاط الصور التي يتناغم فيها الضوء مع الظل ليفجر الطاقات الإبداعية لدى الطلبة في الجامعة، ومنها 22 مشاركاً في هذا المعرض.